السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي التلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في المراجعة الشاملة والمركزة الخاصة بقواعد اللغة العربية، ووصلنا إلى إن وخواطر. مثل ما تعرفون إنه إحنا خذنا كان وخواتر، إن وخواتر أعزائي التلاميذ خليها ببالك أحرف، كان وخواتر أفعال، مين يسموهم؟ ليش يسموها أفعال ناسخة؟ وهاي يسموها حروف ناسخة. المهم انه ان وان، ان بالكسر وان بالفتح وليت ولعل ولكن، ذني كلهن ذني حروف، وكأن كلهن حروف، كلهن حروف. الشيء الاخر اللي لازم تعرفه انه كل واحدة لها معنى، يعني ما معناها شنو تفيد. خلينا نشوف، شوفوا ان تفيد التوكيد، وعادة ان هاي بالكسر تجي في بداية الجملة، إن تفيد التوكيد ويشترط أن تكون في أول الجملة، يشترط أن تكون في أول، إن يشترط أن تكون في أول الجملة. الكلمة الثانية اللي هي الكلمة الثانية اللي هي أن هذه أيضا تفيد التوكيد، لكن هذه ما تكون في بداية الجملة، تأتي تفوت، يعني اكو فعل عادة فعل يجي قدامها، علمت ان العلم نور، يعني هاي ما تجي في بداية الجملة. خاف يقول شنو الفرق بين ان بالكسر وان بالفتح؟ كأن من اسمها يعني معناها تفيد التشبيه، ليت تفيد التمني، يعني ليت الولد ذكيا، او ليت المطر نازلا، فهذه ليت تفيد التمني يكون عادة لأمر بعيد الحصول. لعل تفيد الترجي، قريبة الوقوع، هذا الفرق بين ليت ولعل. ليت يعني بعيدة، ليت الغائب يعود، يعني فترة بعد احتمال ما يعود. هنا الترجي مثلا لعل المطر نازل، يعني عن وقت أنه يجي. بينما لكن تفيد الاستدراك، وعادة هي التوقف عن الكلام السابق والبدء بكلام جديد، التوقف عن الكلام السابق والبدء بكلام جديد، ويشترط أن يسبقها كلام. شوفوا يسبقها كلام، وعادة يسبقها جملة مبتدأ وخبر. الدرب طويل لكن السير مفيد، الدرب هنا مبتدأ وخبر، ولكن من الأحرف المشبهة تفيد الاستدراك. الشيء الآخر اللي لازم نعرفه أنه إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، ينصب المبتدأ اسما له عكس كان وأخواته، ويرفع المبتدأ ويرفع الخبر، ويرفع الخبر خبرا له. زين، وقلنا كل واحدة لها معنى خاص. علامة النصب اسم إن وأخواته هي عادة الفتحة إذا كان مفرد أو جمع تكسير، والياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، وعندنا الكسرة بدل الفتحة إذا كان جمع مؤنث سالم. زين، أما علامة رفع خبر إن وخواته هي الضمة إذا كان مفرد أو كان جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، والألف إذا كان مثنى، والواو إذا كان جمع مذكر سالم. زين، هذا بالنسبة لما أهم ما موجود في إن وخواته. شوفوا عندنا مثلا هنا، كأن احنا قلنا ذني احرف، كلهن احرف. المثال اللي عندك تقدر التمرين المحلول هنا، استخرج ان وخواتر، راح على السريع من الجمل التالية، ثم بين اسم كل منها وخبره واعرابهما. يعني ان هذا اسم ان، وهذا خبرها، هذا منصوب بالفتحة وهذا مرفوع بالضمة. هذا اسم ان، ليت صديقين مخلصان. انتبهوا، من تشوفون النون مكسورة، من اشوف هاي النون مكسورة، شوفوا من اشوف هاي النون مكسورة معناها جمع، معناها مثنى، معناها مثنى. هنا علامة نصب الياء، وهنا علامة رفع الألف. كأن المعلمات منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وهذا الخبر مالته مرفوع بالضمة. لعل الصادقين، شوفوا هنا من أشوف فتحة يعني شنو؟ جمع مذكر سالم. لعل الصادقين الياء لأنه جمع مذكر سالم، هذا اسمها، وهذا الخبر اللي هو الواو جمع المذكر السالم. بالنسبة للتمرين الثاني يقول احذف، اذا حذفنا احنا لعل، راح نرجعها مثلا مسافرين قادمون، تصير
المسافرون، تصير المسافرون، المسافرون قادمون، المسافرون قادمون. زين، الثانية انه ليت الغائبين عائدان. شوفوا عائد هنا شنو كسرة، اذا هذا مثنى، اقول الغائبان ارجحها لان علامة رفع المثنى الالف، الغائبان، واقول عائدان، عائدان. وبنفس الطريقة عندنا التدخين مضر في الصحة، اقول التدخين هنا، التدخين مو فرد فقط اخلي عليه ضمة، التدخين مضر، مضر دائما قلنا النكرة نونوها، النكرة يعني خلوا عليها تنوين، تنوين الضم. ان ارضنا مصونة بجيشنا، اشيلها اقول ارضنا، ارضنا، ارضنا مصونة، مصونة، شوفوا خلي عليها تنوين بجيشنا، هاي الكاف بجي زين. نجي احنا ادخل ان واحدى اخواتها على البنج، القراءة القرآن مفيدة. شوفوا هنا انتبهوا، هذا باعوا، احنا دائما قلنا المبتدأ لازم معرف، هنا معرف بالإضافة، خاصة تكون شنو هذا، هذا مضاف إليه، هذا مضاف، انتبهوا هذا مضاف، مضاف إليه مجرور بالكسر، فأقول إن القراءة، طبعا قراءة، قراءة، شوفوا خلي عليها فتحة، خلوا الحركات انتبهوا، قراءة القرآن ما لها علاقة بالقرآن، تبقى القرآن المكسرة ايش فيها؟ مفيدتون، هاي تبقى تنوين الضم لأن هذا الخبر، هذا الخبر تنوين الضم. زين، أجي هنا المؤمنون أخوة، أقول شنو أي وحدة من أقول لعل المؤمنين أخوة، لعل هاي في الترجي، لعل المؤمنون تصير المؤمنين دبو لأنها جمع مذكر سالم، علامة النصب مالت الياء، أخوة ما لنا علاقة بها، أخوة هاي هذا واحد شنو أخوة، أخوة جمع تكسير. زين، فهنا تنوين الضم. المعلمون صانعون أجيال، بالغايف تعرفوها إنه ليش خففت النون، عندما تضيفون النون للإضافة هذا مضاف، عندما تضاف الجمع المذكر السالم للإضافة أو المثنى تحذف النون. زين، وأقول ليت، ولو يعني المفروض نستخدم إن، لكن يعني ليت المعلمين لأنها جمع مذكر سالم صانعوا، صانعوا الأجيال، لا هنا ماكو الأجيال. يقول الطائرة محلقة في الجو، أقول إن الطائرة محلقة في الجو، إن الطائرة، الطائرة فتحة، وأقول محلقة في نفسها، محلقة تبقى نفسها في الجو. قول الحق شجاعة، إن قول الحق، إن هنا أيضا هذا مضاف، أيضا هذا، هذا مضاف، شوفوا هذا مضاف، وأقول إن قول فتحة الحق دائما المضاف إليه مجرور بالكسرة، إن قول الحق شجاع عجوز. الطالبات ملتزمات، لعل ليت الطالبات، شوفوا اللي كسر الطالبات، خلي كسرة لأنه جمع
وأن الزالم ملتزمة هاي تبقى بالنظام. العاملان مواظبان أقول أن العاملين، ليش؟ لأنه مثنى. العاملين عاملين و وهكذا أعزائي على عاملهما وتكملوا. بالنسبة للجو الوراء يقول أكد أن الرافدين، راح أكمل شفوي، أن الرافدين عظيمان لعل المخلصين كثيرون، ليت الربيع داهم الفصل الشتاء استترك. لكن لازم اجيب هنا جملة، خلها لكم يا هذا. اقول الشمس الجو حار لكن الفصل يصبح لازم شتاء اون. هذا بالنسبة للشمس طالعة لكن الجو حار، وهكذا تقدرون أعزائي الطلبة تستخدمون هذا الاسم. بالنسبة للإعراب، أنه إحنا دائما نعرف المطر أن دائما يجي قبل ما هذا يجي مبتدأ، فالمطر هنا هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه، هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذا راح يكون خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ولكن حرف يفوق في العربة من الأحرف المشبعة بالفعل يفيد الاستدراك، ينصب الحرف يفيد، بس يقولون حرف مشبع بالفعل يفيد الاستدراك، أو يقولون حرف يفيد الاستدراك من أخوات أن. اثنين صحيحة. الشمس اسم لكن، هذا اسم لكن منصوب بالفتحة، اسم لكن، وهذا خبر لكن. زين، خبر لكن. إن حرف يفيد التوكيد، هنا الطالبات اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة، انتبهوا علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وهذا خبر يكون خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة. هنا ليت العاملين، ليت الحرف يفيد التمني، العاملين هاي العاملين لأن فتحة، أقول العامل اسم ليت، هذا اسم ليت منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ومنجدون الخبر مال ليت مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. إن أيضا هذا حرف يفيد التمني، العفو، إن حرف يفيد التوكيد، حماية هاي اسم إن، تبقوا هذا اسم إن، هذا اسم إن، وهذا الطفل، وهذا مضاف، وهو مضاف، والطفل مضاف إليه. خلوا بالكم دائما نشوف النكرة وراها ألف ولام أو اسم علم، قلنا إحنا مضاف إليه، شرحنا لكم إياها من أخذنا المضاف إليه. هذا حق، هذا خبر إن، ومن حرف جر وحقوقه اسم مجرور بحرف الجر علامة جر الكسرة، وهو مضاف، هاي الهاء والكاف إذا تصف الأسماء تنعرف مضاف إليه، تنعرف مضاف إليه. زين، هاي الجر هذا مضاف إليه، مو بس مضاف إليه. هذا كل ما موجود من الإن وأخواته. بالنسبة لاسم الفاعل، اسأل عفوا للفاعل مو اسم الفاعل، الفاعل احنا الفاعل هو دائما اسم مرفوع يقع عليه تأثير الفعل، يقع عليه منه تأثير الفعل، دائما اسم مرفوع يقع عليه تأثير الفعل، ونعرف انه الفاعل يأتي بعد الفعل، يأتي بعد الفعل ويدل على من قام به، ويدل على من قام بالفعل. زين، إذا كان الفاعل مؤنث تلحق التاء في أول الفعل المضارع، والتاء طويلة نسميها تاء التأنيث الساكنة إذا كان فعل ماضي. يعني إذا بنية أقول مثلا تكتب الدرس هذا مضارع، أو كتبت الدرس هذا ماضي. علامة رفع الفعل المضارع قلنا الضمة في المفرد، في الاسم المفرد، الضمة في الاسم المفرد، وفي جمع المؤنث السالم، وأيضا جمع التكسير. والألف في المثنى إذا كان جمع، إذا كان مثنى
يبتدي يستخرج الغواصان اللؤلؤ من البحر، والواو إذا كان جمع مذكر سالم، أو من الأسماء الخمسة. بعدين راح ناخذ الأسماء الخمسة في المواضيع الجاية. زين، عندي هنا نستخرج الفاعل وبين علامة رفعه. هنا الفاعل هو الفلاحان، علامة رفع الألف لأنه مثنى. زين، عندي هنا تشجع العراقيات، هاي عراقيات الضمة لأنه إن إذا جمع مذكر مؤنث سالم الضمة. يحب المؤمن مفرد أيضا الضمة. وقد أفلح المؤمنون، انتبهوا المؤمنون الواو، ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. نشوف بعد ايش عندنا. وهنا عندنا تحترم شمس أخواتها، لا يرسمها شمس، فهنا مفرد يكون علامة رفع الضمة. هذا بالنسبة لل هاي الواو. نجي أيضا هنا هذا التمرين المحلول. نجي هنا المسلمون، يصوم المسلمون الواو، يعني جمع مذكر سالم الواو. وهنا عندي يحترم محمد الضمة لأنه مفرد الضمة. وهنا عندي شاركة أفنان، اسمها أفنان أيضا الضمة. وهنا تناقل كليتان الألف لأنه مثنى الألف. لأنه مثنى. وهنا المعلمات، أنشأت معلمات من جمعية خيرية، هنا الضمة. اجعل كل كلمة من الآتي فاعلا في جملة: التلميذ، حضر التلميذ إلى المدرسة، المعلمون، استمع أو جاء المعلمون إلى المدرسة، الفائزان، أثنى فرح الفائزان بالجائزة، الفلاحات، تزرع الفلاحات مثلا في المزرعة أو في القمح أو أي شيء. اختر السطر الأول تكون به الكلمة من السطر الثاني. عندي أنا شنو الفائزان؟ هنا هذا الفاعل، وهنا نشوف فرحة الفائزان، طارت الطائرتان، يتدرب اللاعبون، أجيب اللاعبون هنا وأقول يصيح تسهر المرضات ويصيح التيك. زين، هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. بالنسبة لهنا يقول شلون أرتب هذا، هذا مهم شلون أرتبه. أول شيء أجيب الفعل، أقول يحترموا، جبت الفعل. أول خطوة أجيب الفعل، وراها أجيب الفاعل. يحترم منه المخلص اللي يقوم بالفعل، يحترم. يحترم الناس، الناس الناس يحترم الناس منه الإنسان المخلص. أف واحد يقول شنو المخلص؟ المخلص صفة. نعرض الإنسان، الإنسان المخلص، المخلص صفة. لا يطيعه من يقوم بالفعل؟ الولد المهذب والده. وهنا تفاضل على وطننا وكرامته بزيادة يؤمن العراقيون، يؤمن
العراقيون أكمل، يؤمن العراقيون بزيادة الإنتاج، بزيادة الإنتاج حفاظا على وطنهم وكرامتهم. هاي بالنسبة هنا ضعفها على المناسبة في الأماكن الخالية. لعب الولد بالكرة، تكتب مفرد، تكتب فاطمة الدرس، أو تكتب طالبة الدرس. ألقى الشاعران قصيدتين، ينال جمع ذكر، ينال الفائزون الجوائز. تعمل العاملات ضمة في المصنع. بالنسبة إلى الإعراب، أزهرت فعل ماضي مبني على الفتح، هذا فعل ماضي، فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث ساكنة، والشجرتان هذا الفاعل، هذا الفاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وفي حرف جر، هذا حرف جر، والحديقة اسم مجرور بحرف الجر، علامة جر الكسرة، دائما الاسم المجرور علامة جر الكسرة أو الياء. عادة فعل ماضي، أيضا فعل ماضي، هذا فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، وهنا محمد هذا الفاعل، ومن حرف جر، والسفر اسم مجرور، اسم مجرور. وأيضا عندنا هنا تعتز فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، دائما فعل مضارع مرفوع بالضمة، وهنا المعلمات هذا الفاعل، على فاعل مرفوع بالضمة، وهنا بالمجدات الباء حرف جر، انتبهوا حرف جر، وراها المجدات، حتكون المجدات اسم مجرور بالكسرة، اسم مجرور علامة جر بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. نجي ايضا هنا عندنا نوصل الى المفعول به، اللي هو شنو المفعول به؟ اللي هو دائما اول شيء المفعول به هو اسم، ودائما المفعول به يكون منصوب، دائما المفعول به يكون منصوب. خلوها بالكم، يقع عليه تاثير منه، تاثير الفاعل، فعل الفاعل، هذا دائما يكون منصوب ويقع عليه تاثير فعل الفاعل. علامه النصب هي دائما الفتحه اذا كان مفرد، الاسم المفرد، او جمع التكسير، شجع المدير التلاميذ. الكسرة إذا كان الكسرة بدل الفتحة، إذا كان شنو جمع مؤنث سالم، لأن دائما جمع المؤنث السالم ما ينصب بالفتحة، ينصب بالكسرة بدل الفتحة. الياء إذا كان شنو؟ إذا كان مثنى. والياء أيضا إذا كان جمع مذكر سالم، وأرجع أقول لكم إحنا نميز الياء من النون، إذا النون مفتوحة يعني جمع مذكر سالم، وإذا النون مكسورة يعني مثنى. زين، هذا عندنا تمرين محلول، تقدرون تطلعون عليه وتشوفوا شلون نطلع المفعول به. احنا راح نحل هذا التمرين. يقول بنى المهندسون سدودا، شنو يقول بين علامة نصبه والسبب. عندي المفعول به السدود، شنو الفتحة، السبب، ليش السبب؟ لأنه مفرد، لأنه مفرد. زين، هنا سدود، هنا جمع تكسير، بنى المهندسون موسد سدود لأنه جمع تكسير. هنا المتفوقات المفعول بها علامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هنا هدفين المفعول به علامة نصب الياء لأنه مثنى، هدفين. قدمت المعلمة الدرس بوضوح، هنا علامة نصب الفتحة لأنه مفرد. تساعد الدولة الفلاحين، هنا علامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. يحترم الناس العالم، هنا فتحة لأنه مفرد. اكتشف ابن النفيس الدورة، شوف تأثير فعل الفاعل شنو هو؟ اكتشف ابن النفيس، هذا فاعل، إذا الدورة هي مفعول به علامة نصبها فتحة لأنها مفرد.
اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية مفهوم فيه في جملة مفيدة، ثم بين علامة رفع. الشجرة أقول سقى الفلاح الشجرة، خلي عليها فتحة. الباحثان كرم المدير الباحثين، يصير لأن على الدبل يصير هاي الباحثين، لأن خليتها مفهوم به لازم أنصبها بالياء. المجتهدون كرم المدير المجتهدين، خليها ياء. التفاحات أكل محمد التفاحات، خلي كسرة، خلي هنا كسرة، خلي هنا كسرة. القائد شاهدت القائد العظيم، فالقائد هنا راح تكون علامة نصب الفتحة. قلم أعطيت قلما، أعطيت قلما، هنا عادة تصير قلما إذا تكتبها أعطيت قلما لأنها نكرة، خليها يجي الكتاب أعطيت قلما مو تنسي، خليها لأنها نكرة. أجي هنا أضع كل فعل ما يأتي في جملة مفيدة تشمل علامة فوق. رسم سهلة هاي، رسم الطالب اللوحة، فتح محمد الباب، أصاب اللاعب الهدف، يرمي الطالب الكرة، يرمي اللاعب الكرة، يساعد محمد أباه، أو يساعد محمد الطلاب أو المحتاجين. أكتبوا، هاي ترى فعل فاعل، أكتبوا الدرس. دائما يشوفون ضمة على الفعل المضارع، الفعل المضارع احنا قلنا إذا كان يبدي بأحد أحرف كلمة أنيتو اللي هي الألف أنيتو، فالألف إذا يبدي بها يعني أنا المتكلم، فالفاعل يكون ضمير مستتر تقديره أنا، أكتبه أنا. هنا أيضا يحترم الناس المخلص. اصطاد الصياد السمكة، قرأ محمد كتابين، يكافئ المدير المتفوقين، كافئ مدير المدرسة المعلمات كسر، كافئ أو الطالبات، كافئ المدير مثنى المتفوقين أو الطالبين. زين، نجي هنا نقول رتب، أيضا عندي ترتيب، رتب، خلينا نشوف شلون أرتب. يحترم سهلة، أقول أجيب الفعل أول شيء، يحترم هذا الفعل، يحترم البداية، وبعدين هاي الأولى يحترم، وهاي الثانية الطلاب، وهاي الثالثة المعلمين. زين، بينما هنا قرأت هاي الأولى وزينب الثانية، وهنا الثالثة كتابين. هنا يحب هاي الأولى الناس الفاعل، وهي ضمة عزيز النفس، لا عزيز النفس بالمناسبة هذا مضاف إليه لأن نكرة أضيفت إلى معرفة. ينقل هاي الأولى، وهنا ينقل شنو المذياع، هذا الفاعل، ينقل تأثير الأنباء الثالث، وبسرعة جار ومجرور الرابع. زين، وهكذا استخرج مما يأتي المفعول به ثم بين علامة إعرابه. قلنا احنا في مدرستنا العمل دائم، شوفوا انا وين ادور، ادور على الفعل، لازم القى الفعل وبعدين القى الفاعل، يلا القى المفعول به، هذا المفعول به فتحة علامة نصبه الفتحة. اجد هنا ويدرس المعلمون، ويدرس عفوا المعلمون التلاميذ، هذا ايضا الفتحة لانه جمع تكسير الفتحة. ويحترم التلاميذ المعلمين الياء، الياء لأنه جمع مذكر سالم، صار واضح. ينظف العامل المدرسة الفتحة لأنه مفرد. ويحافظ الجميع، ويحافظ الجميع على النظافة، ما هنا فاعل متفق، فلا يرمي التلاميذ الأوراق، هنا أيضا الفتحة لأنه جمع تكسير. أو المناديل الورقية على الأرض، ويرس البستاني الأشجار، هنا فتحة هذا المفعول به. والأزهار في الحديقة، ويتجنب التلاميذ قطف الأزهار، الدفو، ويتجنب التلاميذ فعل فاعل ماكو، قطف الأزهار، قطف الأزهار وتكسير الأخصار. ويتجنب قطف الأزهار، الدفو، هنا قطف الأزهار، هاي الأزهار
مفعول به، والأغصان مفعول به. ليش؟ لأن الفاعل ضمير مستتر، زين؟ الفاعل قطف التلاميذ الأزهار. تكسير، تكسير كسر، كسر تكسير، وتكسير الأغصان. زين، فهنا يصير المفعول به، يتجنب التلاميذ، يتجنب فعل فاعل، هنا قطف الأزهار وتكسير الأغصان. نجي هنا نقول شاهدت الفاعل، هاي عرب، نجي هنا يحترم هذا الفعل مضارع، فعل مضارع مرفوع بالضمه، والناس هنا هذا الفاعل، هذا الفاعل والعلماء هنا مفعول به. عندي هنا يطيع هذا فعل مضارع، زين فعل مضارع مفعول بالضمه، وهنا عندي المؤدب اللي هو الفاعل، وهنا عندي الوالدين مفعول به منصوب بالياء، مفعول به منصوب بالعلامه النصب الياء لانه منصوب الياء، لأنه شوي خلينا نرجع على هذا التمرين. التمرين هنا هو يتجنب التلاميذ قطف الأزهار. قطف التلاميذ الأزهار، هنا الأغصان تكسير الأغصان، يعني هاي انتو عرفوها قطف الأزهار، لأن هذا اللي ما دخلها ضمن المنهج مالتكم، زين؟ هنا عندي أنا قطف الأزهار الفاعل ضمير مستتر تقديره التلاميذ، وإنما تكسير الأغصان لا، يعني أنتم هنا مثلا إذا أريد أني هذا مفعول به، صحيح هذا مفعول به، بس الأغصان ليست مفعول به. هاي إذا يعني للفائدة، بس هو ما عاد يجيب هذا الشيء. وصلنا إلى